أحلى شيء في الدنيا لما يبدأ صباحي بضحكات اللي أحبهم، بس أحياناً الواحد يقوم من النوم ما نخلق يضحك، بس أنا اكتشفت طريقة وحيدة وأكيدة ومضمونة تخليني أبدأ صباحي بضحكاتهم. كيف؟ كذا. سارة، فيصل، فطور ماكدونالدز؟ يوم فيصل، هوت شوكليت؟ يبي لها سؤال؟ هاش براون، سوسج، ماك مافن بالبيض، هات كيك مع قهوة أو عصير، وأكثر بكثير. اختار على مزاجك من قائمة فطور ماكدونالدز. مع فطور ماكدونالدز خلي صباحك كله خير. أحلى صباح، خليك فيت، خليك فيت. تحية صباحية مليئة بالنشاط والحيوية والمحبة لكل أحبة اللي معنا هلا على السماء، لتضلكم فت، لتضلكم نشيطين. رح ينضم لنا لليوم طبعا الكوتش محمد، كابتن محمد عباس، لحتى يحكي لنا عن فوائد وأهم الأشياء اللي أنا عم أشر لك شو حيحكي. السباحة. برافو عليك، كيف عرفتي؟ مع أني ما غطست بعد. أني لا شايفتك هيك متخيلتك بالأزرق. شوفي بس غطست، عارفة قديه بعد مثلا أنا إذا غطست؟ أوكي عديلي، حطي لحتى ثلاثة أربعة، فيني طول بالماي أنا. أوكي والله دايما من ساعتك نفسك طويل. سبيحة قديمة. قرش أنت، قرش يا كابتن، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، كيف حالكم؟ أنا كنت عم حذرها بدون كلام، عم بقول لها حنحكي عن سباحة وحركة إيدي، مع إني معضلة اليوم. أوكي، ليه معضلة؟ سوي رياضة. أوكي قولي هيك. هلا معنا فقرة رياضية كمان مهمة جدا، وكابتن محمد احكي لنا عن رياضة السباحة. أوكي، أهم حاجة في السباحة أنا لاحظتها في المسابح، إنه الناس بتنزل في المسبح بس بتعمل ووتر تريدينج، يعني زي تجديف تحت الرجول والأيدي، بتتحرك عشان يكون يعني يفضل طافي. إيه هذا غير اللهج. أنا يعني بدعي وبكلم شباب واللي بيسبح سواء من الشباب أو من البنات اللي عندهم مسابح أو بيسبح في عندي، إنه يعملوا لابس، لازم يروح يعمل لابس، يعني يروح ويرجع يروح ويرجع. إلى الآن الظاهرة هذه أنا ما أشوفها كثير في الأندية، أشوف دائما الظاهر هم يا إنهم بيستحوا يا إنه هم ما هم مخدين سويمينج لسنز، يعني مثلا دروس السباحة. هذه نقطة بس أنا حبيت إنه أعملها هايلايت، لأنه لاحظت كثير من الشباب ما عنده استعداد إنه هو يسبح اللابس، لأنه لو ما سبح اللابس ما هياخد فائدة السباحة ككل. الآن من فوائد السباحة، طبعا احنا عارفين انه الماء يجعل الجسم يبدو اخف مما هو عليه، يعني الان لذلك يعني مناسبه جدا للاشخاص الذين يعانون من زياده الوزن. صح. يعني الان السمين يجي انا بسوي رياضه تلاقيه مثلا خايف يخش ايروبكس ما يكمل، هذا احنا ننصحه انه هو يبدا بالسباحه، لانه في السباحه يكون اسهل له يلعب رياضه ويحرق كالوري، ممكن يحرق من 250 ل 500 كالوري في نص ساعه. والله تقريبا اذا استمر على السباحه. ايوه اذا حاول يسبح قدر الامكان، طبعا بحاول انه بدون توقف. الان مفيده ايضا للتخلص من الضغوط النفسيه واسترخاء الجسم والعقل ورفع الروح المعنويه، لانه يطلع من الحمام السباحه من الماء بصفه عامه الماء عنده خاصيه امتصاص الطاقات السلبيه من الجسم. صح. فاللي تطلع من المسبح، عمر شفت واحد طلع من المسبح متنكد؟ لا لا، مبسوط، ايوه فريش ومروق ويعني في حاله نفسيه ممتازه. ايه مجعد كمان قد ما بيكون قاعد. أيوة. بالمي. ايه بعدين تعمل تليين للعضلات. أيه. وتجعل القلب والرئتين في حاله هوائيه جيده. برافو. طبعا ايوه طبعا يعني تزيد من كفاءه الدوره الدمويه ايضا، وتحفظ ضغط الدم. حلو. او القلب، تقلل معدل الكوليسترول ايضا في الدم. انواع السباحه عندنا سباحه الصدر، سباحه الظهر، سباحه الفراشه، السباحه الحره. يعني ابغى اقول معلومه مهمه جدا، لا ينصح بالسباحه بعد الاكل. ما ينفع الواحد ياكل ويسبح، هذه معلومه يمكن يعرفها البعض، البعض ما يعرفها. لانه في هذه الحاله بيتجه الدم للمعده وما بيروح للاطراف، انت محتاجه الاطراف في السباحه، يعني اطراف الايادي، اطراف الارجل في السباحه، فلما ما يكون فيها وصل لها دم ممكن هنا يصير عندي شد عضلي، الشد العضلي من مخاطره ممكن يؤدي للوفاه للانسان. ولذلك لابد انه ما يكون ماكل متقل في الاكل، اقل حاجه يعدي ساعتين على اخر وجبه اكلها، لازم يعمل تمرين اطاله وستريتشن هو برا المسبح قبل ما ينزل المسبح ويبدا بالسباحه. نعم. واخيرا طبعا بس اديكم معلومه حلوه، يعني السباحه
تعتبر أقدم رياضة عرفها الإنسان من العصر الحجري، يعني عمرها كم؟ 10,000 سنة. ما شاء الله، حلو. أول حمام سباحة افتتح في بريطانيا عام 1828. عندك الكابتن ماثيو ويب، أول رجل يسبح في بحر المانش اللي يقع بين إنجلترا وفرنسا عام 1875. المعلومة هذه روعة، أنا الآن مش قادر أصدقها، وبنفس الوقت يعني عارفة لأنه ما كان حتى وقتها، لو تقول الناس دي كانت تأخذ منشطات، ما كان وقتها في ذيك المنشطات اللي هي موجودة اليوم للأسف، هذه اللي خربت كثير من الشباب. نعم. قطع تقريبا مسافة 35 كيلو في 42 ساعة. ما شاء الله، متخيلة؟ ما شاء الله كتير. أيوة، 35 كيلو في 42 ساعة. هذا يعني يعتبر the father of swimming، كابتن ماثيو ويب. وطبعا هي قديمة كانت ضرورة للجنود، وكما اشتهرت أيضا في التراث الإسلامي، علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. وأخيرا دخلت الأولمبياد عام 1889. هي ممكن واحد يمارسها كترفيه، ممكن واحد يمارسها كرياضة، ولكن احنا يعني ننصح الشباب يعلم اولادهم وهم صغار، مش انه يسبح بس ويقعد يعمل واتر تريدنج، انه هو يعمل لابس، يعني يروح من اول المسبح لاخره ويرجع. انا لما بدأت السباحة زمان يمكن عملت 3-4 لابس وتعبت، بعدين صرت اسوي مثلا 40-50 لاب، في فرق كبير. صح. انت هلا مثلا نحن بموسم السباحه، موسم الصيف مثلا. أيوة. اليوم اللي بيروح، اللي بيخاف من السباحه، اللي عنده اطفال بده يعلمهم السباحه، شو نصيحتك لهم؟ اول حاجه لازم ياخذ يعرف كيف هو يعلمهم بدايه. ممكن يستخدم هذه الاشياء اللي هم بيحطوها البالارين هذه حبه حبه، وبعدين يبدا يسبحوا الفري ستايل. هو في ميني ستايل، انا ما اقدر اسبحه على طول سباحه الظهر او الصدر او الفراشه. انا ابدا بالسباحه الحره اللي هي العاديه، اللي هي يروح ويجي فيها، هي متعارف عليها. وبعد كده ابدا ادير تدريجيا اساليب السباحه، لانه كل اسلوب من اساليب السباحه يشغل او يعني بيريض جزء مهم من عضلات الجسم. يعني طيب بما انه بحرك بس اي الاعمار اللي لازم تبلش سباحه عشان بعدين تصير عندها القدره على السباحه بس تكبر من غير خوف؟ 4 سنوات ممكن الطفل يبدا يتعلم السباحه، ولازم يكون اندر سوبر فيجن، يعني تحت سوبر فيجن، تحت مراقبه، تحت نظر مراقبه. وهذا 4 سنوات ممكن يبدا يتعلم. وعلى فكره الطفل بيتعلم سباحه اسرع من الكبير. وما بيكون عنده ذاك الخوف الموجود الكبار اللي عدى عليهم وما تعلم سباحه، صعب ترجع تحكي في المويه ثاني مره وتعلمي سباحه. فعلا الاطفال يتعلموا، لكن رجاء علموا اطفالكم كيف تسبحوا الاساليب السباحه الاربعه. صحيح. مش بس انه يعمل واتر تريدنج وهو جالس جوا المويه او ينام على ظهره ويعمل ريلاكسيشن وخلاص. هذه ما هي اسمها سباحه. السباحه از ا ورك اوت، از ا براكتس، از ان ارت، تعتبر فن برضه. طبعا نحن يمكن المعلومات الثانيه اللي رح نحكي فيها اكثر من خلال حسابك على انستغرام، اللي هي كل حركه وفائدتها، صح؟ رح تنزل لها اياها. حاضر. يلا احنا بالانتظار. أوكي. ان شاء الله. شكرا كثير. تحياتنا الكبيره لك كابتن محمد عباس. جوسلي 500 هذا حسابه على الانستغرام، وانا رح ارجع اعمل ريبوست للمعلومات القيمه عن السباحه اللي رح نحكي عنها من خلال السوشيال ميديا. واكيد شكرا لك كابتن. اكيد. تحياتنا. اهلا وسهلا.